فقدت ترمذ رونقها وبهائها بسفر جابر الخيام ومحمد بن عيسى. ولماذا سافر محمد بن عيسى؟ سافر يا حج. أهكذا مبكرا؟ إنه يسير على قدميه. ولماذا تتركه يسير على قدميه؟ كان هنا عالم أو ساحر صنع هذه الكرات وذهب إلى أين؟ لا شك أنه ذهب إلى بغداد. وما اسمه؟ الأول اسمه حسان فقط ولم يزد على هذا، أما الثاني فجابر الخيام ابن عمرو الخيام، أصله ترمذي. محمد بن عيسى بن ثورة واحد من مجموعة من الرجال الرائعين الذين يقومون بمهمة جليلة، وهي تحقيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا في عصر تدوين العلوم، والحديث الشريف واحد منهم. إنهم يفعلون ما هو أكثر من التدوين، إنهم يدرسون المتن كلمة كلمة ويتحققون منها، يجوبون العالم الإسلامي للتأكد من مجرد حرف في كلمة. هذا بالإضافة إلى أنهم يعرفون المحدثين أو ما يسمون برجال السند واحدا واحدا، موطنة، تاريخ ميلاده ووفاته، عمن أخذ ومن أخذ عنه، أخلاقه. مهمة شاقة. لم يتوفر مثل هؤلاء العلماء لتحقيق أي علم إلا للحديث الشريف. كأنهم يقولون للأمة: هذا هو الحديث الصحيح لنبيكم صلى الله عليه وسلم بشهادتنا. من هنا يجب مساعدته ومد يد العون له. لا لا لا، إنه لا يقبل هذا، فهو يرى أنه موفور الصحة وهذه ثروة كبرى تمكنه من العمل للحصول على طعامه القليل وملبسه البسيط. أهذه غايته؟ نعم نعم، فهو لا يسعى لإمامة أو رئاسة أو لموفور الطعام أو غالي الملبس أو لذائذ الحياة. كل لذاته نوراني الحديث، وكل طموحه توصيله للناس، حتى لا يشك أي إنسان في أن هذا الحديث هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم أكن أريد لجابر أن يترك المنطقة. لقد أمرت بذلك. كنت أريده لنا هنا في بلخ يعلم رجالنا كيفية صنع المفجر. إنه لم ينتظر أن تطردوه أو تنقلوه من ترمذ إلى بلخ، لقد بلغه أمر حيرتكم فرحل. وكيف نحضره؟ لا أدري. ألا تعرفين أين هو؟ لا أبدا، إنه دائم الترحال كشأن العلماء، لكنه يظهر دائما إذا ما كنا في أزمة. إن ظهر منحته مركزا قريبا مني وجعلته ساعدي الأيمن. أنا ظل هنا كثيرا على مشارف مرو. سأسمع من شيوخ مرو قبل أن أمضي في طريقي. وهل نقف في كل بلد؟ أضقت صدرا بالرحلة؟ لا لا لا، ولكني فقط أحاول أن أفهم طريقتك. إن الرحلة رحلة علم، لذلك نجمعه من مصادره. حدثنا إسماعيل بن علي عن شيوخه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. وحدثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني عن عمه عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10. ماذا عندك يا ترمذي؟ عن قتيبة عن شيوخه عن علي قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. حدثنا هناد عن شيوخه عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألم يمر بك جابر الخيام؟ مر بي. وأين ذهب؟ اتجه إلى بغداد. وأنت ألا تتجه إلى بغداد؟ طريقي يقود مباشرة إلى الكوفة والبصرة. أنت لم تسألني لماذا أسأل عن جابر الخيام؟ أتريد أن تخبرني؟ لقد عينني أمير ترمذ قيما عليه. لكن الرجل ليس في حاجة لقيم، فلماذا تقبل هذا العمل؟ أتتهمني بالكذب؟ لا بالتأكيد، فالمؤمن لا يكذب، وأنت مؤمن أو تحفظ صفات المؤمنين. عدت يا بغداد، وكأن فراقي لك لم يكن إلا بحثاً عن الألم. والمال؟ فقد أصبنا مالاً كثيراً من هذه الرحلة. أدخل. يا سادة، أنا طالب علم، فلا تبخل علي، علماني. اتخذاني مساعدا لكم، خادما، المهم أن أتعلم. أخشى على سفدار من بغداد ومغرياتها، وأظنه يحتاج لك معه. ولماذا كل هذا الاهتمام بأمر الخيام؟ إن في بغداد من ملوك بلاد النهرين سيحون وجيحون ومفكريها الكثير. تخلى البعض عن دين آبائي، وتظاهر البعض بالتخلي، لكنه ما زال متمسكا ومخلصا للأرض. إننا أرقى من العرب كثيرا، فنحن أهل حضارات، ولكن هذا الدين رفع العرب كثيرا كثيرا وجعلهم يسودون الدنيا. أتعلم أن ابن المقفع مثلا ترجم كتبا كثيرة تضرب عقيدتهم في مقتل؟ قتلوه، لكن الكتب موجودة، ولقد ترجم غيره وغيره، وغصت المكتبات بكتب كثيرة تكفي مادتها لتشويه الأفكار وتشويه العقيدة. لم تفد إلا في نزاعات الفقهاء وكيدهم بعضهم لبعض وهم يسعون خلف المناصب، فهذا يتهم ذاك بأنه قرأ كذا وكذا. إن فرقا كاملة قامت للرد على هذا، وارتفع شأنها حتى أصبحت تسمى أهل الكلام أو المتكلمة.
لم أرسل إليك يا حماد لنتحاور، ولكن لترعى الراهب سفتار، واسمه من الآن سيف بن بشار، وتساعده وترسل لي بأفكاره. حبا وكرامة، لا تنس ما علمناه لكم. ادخل للعالم من باب العلم، ثم اكشف له كتبا لم يقرأها، ودس فيها هنا وهنا ما شئت. أهدي الجواري لمن تريد مصادقته، فالمرأة ذات سلطان كبير على عقل الرجل وقلبه. وحولك هنا من يبيع ابنته لقاء جوال من أرز أو شعير. زيفوا يا حماد، زيفوا ما استطعتم، هزوا رموزهم ما أمكنكم، هزوا ثقة الناس فيما بين أيديهم، قربوا يوم النصر. ما كل هؤلاء؟ لقد كبر الشيخ يقيم الصلاة، فجاء الناس من حقولهم طمعا في صلاة الجماعة، فلما وجدوه حافظا جلسوا لينعموا بعلمه. أنا أيضا عالم. الحمد لله، سنحظى بعلم وفير. حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر، حدثنا محمد بن أبي حرملة، أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت: رآه الناس فصاموا وصام معاوية. قال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن لكل بلد رؤيتهم. لكن هذا الإجماع ليس كاملا. يرى الشافعية الأخذ بحديث ابن عباس، ولكن المالكية يرون أن الرؤية في أي بلد ملزمة لبقية البلاد. أنت لماذا تختفي يا رجل ساعة الصلاة؟ أين تذهب؟ أنا؟ نعم أنت. تتهمني في ديني؟ لا تلف ولا تضر، سألتك فأجب. أراك تهددني. نعم أهددك، واعلم أنه لا يصاحبني إلا المصلون. لكنك تقرأ في كتب الصابئة والزنادقة وغيرهم. وما دخل اطلاعي على سموم أعداء الدين فيما سألتك؟ يا أخي، كان لي عذري، لي عذري، أفلا تعذر؟ اسمع يا هذا، اعلم أنه يستوي عندي التارك للصلاة والزنديق، بل إن من يكذب يستوي والزنديق في نظري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يكذب، فإما أن تتبع الدين الحنيف كما يجب، أو تفارقني، تفارقني قبل أن أؤذيك. كيف تؤذيني؟ سأبلغ عنك ديوان الزنادقة، وأنت تعلم ما سيفعلونه بك، سيحيلونك إلى شيء لا تعرفه. لم أكن أعرف أن الغدر من طباعك. كفى كفى هزلا، واعلم أننا لا نتسامح فيما يمس الدين، ولا نطمئن إلا لمؤمن. هذا السم قاتل؟ نعم، شديد الفتك. اخرج من هذا المكان، ولن تعود إليه حتى أطمئن إلى إيمانك. لماذا؟
لأنك هددتني هذا عندما نقلت الموضوع إلى السموم. قلت لك أخرج. قد لا أقبل هذا. قلت لك أخرج قبل أن أثور. يا أخي لماذا تتخذني عدوا لك؟ أفلا تحذرني؟ قلت لك أخرج. أنا لا أستطيع أن أسير بهذه الكيفية، عندي عمل مهم في بغداد. يا أخي أنا لم أفرض عليك أن تسير بطريقتي. ما الذي يجعلك تنتظر هنا وهنا؟ العلم يا أخي. لا، يجب أن تسرع لا أن تعطلنا. اذهب أنت، فطريقنا مختلف وأسلوبنا مختلف. وهو كذلك. لماذا تشاجر؟ إنه ذاهب إلى بغداد، إنما نحن ندور حولها إلى البصرة. هل تعتقد أن القلق نوع من ضعف الإيمان؟ من توكل على الله فهو حسبه، الإيمان طمأنينة. من الرجل؟ محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي؟ نعم. والجارية التي كانت معك؟ لماذا تسأل عنها يا رجل؟ قد نشتريها. لا، ليست في البيع. قد نجزل الثمن؟ ولا بأي ثمن. متى تركك جابر الخيام؟ منذ زمن. ما طول الزمن؟ لماذا تتجسس على المسلمين يا رجل؟ كفى يا فاطمة، تعال يا فاطمة. إنه لص يا سيدي، كان ينوي سرقتنا. الدين لم يأمر بقتل اللص يا فاطمة، ولكن بقطع يده فقط. ولكن كيف شعرت به ولم أشعر أنا به؟ حياتي في الصحراء يا سيدي علمتني أن أنام وعيناي مفتوحتان. نعم العون أنت يا فاطمة، بارك الله فيك. أحقا يا سيدي؟ أتشكين في مقالتي؟ لا يا سيدي، ولكنه طمع المرأة في أن تستزيد من المديح. لكن كيف نوقف بيع أهلك لبناتهم ولأبنائهم؟ وكيف توقف الفقر يا سيدي؟ إن سفر أبي عيسى ترك في نفسي فراغا كبيرا، كان وفاطمة أهلا لنا هنا. لا يمكن يا تيموجين، لا يمكن أن ننقطع عن الأهل، لا يمكن. ليس هذا ما تعود الناس عليه، فكم من امرأة ورجل ذهبوا بلا عودة وانقطعت بالأهل صلتهم. إلا أنا فالشوق استبد بي لملاعب الصبا والأهل ولرائحة مخيم التتار في ندى الصبح. لقد طردونا، طردونا يا طارة. أثارهم ترغل علينا لأن السيد فرض عليه أن يتبع الدين أو يفارقه. من يأتمن أخاك ها؟ إنه لا يرى أن عليه أي التزام نحو أي فرد من غير أبناء القبيلة. إذن لا أمان له. أريد أن أرى الأهل. والعمل؟ نستطيع أن نتغيب عن العمل يوما أو اثنين. وإن جاء الرجل المخصص لبيع الصابون ولم يجد ما فيه الكفاية؟ لا يأتي إلا بميعاد. ماذا لو طردونا من جديد ها؟ ماذا لو رفضونا؟ فأهلنا غلاظ
لنأخذ هدية للكبير والأهل. إن بي شوقا للكل حتى لطرغل. لقد أخطأ كثيرا في حقنا. إنه ذو حاجة، فعياله ونساؤه كثيرون. سأحاول أن أستأذن العجوز وأخبرها أننا سنتغيب يومين، وأرجو ألا يعاملنا الأهل كالأيام الماضية. سنأخذ لهم طعاما، فهم في حاجة ماسة إليه، وإذا أكلوا رحبوا بنا. كيف تركت ترمس؟ كما هي، الشمس تشرق من الشرق وتغرب في الغرب، لم تغير بعد مسارها ولا الناس. وهي من؟ الثريا. أنت تافه ولا تعرف أنك تافه. اسمها الأميرة الثريا. قدم نفسك. القلب طائر فريد لا يملك إنسان السيطرة عليه. بل يملك الإنسان أن يفهم قلبه من هو ومن هي. كفى يا رجل وتكلم. رجعت مع زوجها الأمير إلى إمارتها، ولا شك أنهما قرير العين سعداء. ولماذا جئت يا عطاء؟ لماذا؟ لا أعرف، كل ما قيل لي اذهب يا عطاء وابقى مع الخيام، علمه أن يكون عاقلا متعقلا في كل قول وفعل. ماذا تقول؟ لقد أرسلني علي بن مهند لأكون قيما عليك في كل قول أو فعل، فلا تتجاوز حدودك. هل يظن أنني يمكن أن أتصل بالثريا؟ أو توظف ألاعيبك الشيطانية ضد زوجها الأمير؟ ولماذا هذه الفكرة السيئة عني؟ لا يثقون أنك رجل شريف يطمئن إليه يا خيام. أنا لا يثق الناس بي، وبخاصة من أحب. لا يطمئنون لي أنا رغم كل ما فعلت. وماذا فعلت يا خادم سادتك غير ما يفعله الخادم؟ لماذا غضبت يا خيام؟ ثلاث ثلاث ثلاث. ما هي يا شيخي؟ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وإلى أين هذه المرة؟ الحج هو الغاية والعلم هو المنتهى. هل تستطيع أن تحصي ما أمامك في هذا الجزء البسيط من الدنيا من مخلوقات؟ لا أستطيع يا شيخي. من خبات الرمل وذرات الهواء وأجنحة الطير وأغصان النبات؟ لا أستطيع يا شيخي، لا أستطيع. ربك أحصى كل ما في ملكوته عدا، وعلمه فردا فردا. علمه كيف يصلي وكيف يسبح
وكيف يعبد خالقه؟ فما خلق من جن وإنس إلا ليعبدوه، فاعبد ذاته العليا تسعد، واقترب منه بالذكر تصل إلى الغاية. يا الله، يا واسع الملكوت، يا أيها الحي الذي لا يموت، تقبل من عبدك الخطاء واغفر لي، إنك غفار الذنوب. سبحانك سبحانك، ما عظم ذنب عن غفرانك. كيف تطردون ابن العم وامرأته وبيننا رابطة دم؟ أترضون أن يكون على القرب غرباء يحرك ترغل دارا ربما كنا فيها ويسعى لقتل رجل لولاه لمتنا جوعا؟ قال كفرتم بالجدود. أيها الكبير، إننا نحترم آباءنا، لكنك لا تعبدهم. لا نعبدهم، لكن نطيعهم ونحترمهم، ونعرف أن رضاهم من رضا الله. قال طلق ما ورثت من نساء أبيك. كيف؟ ولا تتزوج أمك أو أختك أو خالتك أو عمتك إلى آخر المحرمات. تتركون بعض الطعام وتأكلون بعضه في دينكم. تيموجين أخ وإن اغتسل بالصابون. السيد الذي يؤويه طردني. إن دينه ينهى عن السرقة يا ترغل، وأنت لص، فهل تستطيع أن تكف عن السرقة؟ مشاكل سرقاته أرهقت أهله كلهم. لا أجد الطعام، والسيد الذي يؤويه طردني من العمل. كنت سأنبخ، كنت سأصبح أكبر منه بكثير في الصنعة. ألا يوظفه مرة أخرى؟ لا بد وأن يسلم. كيف أترك ما ورثت عن أبي من نساء؟ إن بلخا ثرية جدا شريطة أن نستغل مخارجها ومداخلها جيدا. إنك أميرة من بيت أميري، تعرفين كيف تقودين بلدا. شكرا لك يا أمير أن رأيت هذا. إن جابرا لم يفجر نارا في الهواء، بل فجر سدودا كانت تحول بيني وبين رؤية جمالك ورجاحة عقلك وقدرتك على الإشارة علينا بما فيه الخير. أنت كنز حكمة وحب يا أميرة. قولي لها ألا تسرف في تعاليها، فقلب الأمير كريح الشتاء وجو الشتاء. لكنه عرف مقدارها فتأكد سلطانها. إنه شره للنساء، ولوع بتنوعهن، شغوف بتضخم أعداد النساء من حوله. فهمي هذا وأفهميه لسيدتك حتى لا تخسر في أيام مجدها كل من حولها. أنا لست عبدا لها ولا لشاه ترمذ من أجلها. إذن تزوج. أتزوج؟ نعم. لا 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 لا، لن أتزوج. فأنت أسير. سوف أتسرى، سأنزل إلى السوق وأشتري جارية. هذا نصف الطريق للتخلص منها. ولكني لا أريد أن أتخلص منها. وماذا تريد؟ أريد أن لا يحس الناس أنني عبد يملكونه. ادخل أيها الطارق. السلام عليكم أيها الرجلان الجليلان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجتي مريضة وأريد دواء لها. وما مرضها؟ جنبها الأيسر يؤلمها بشدة. أغلي هذه الحشيشة في الماء واسقها. أتأكل الحشائش أيضا؟ لا، يكفي الماء وحده بعد غلي العشب فيه. شكرا لك. رأيت هذا الرجل وسط حلقة المترجمين وغيرهم في مكتبة بغداد. ماذا تقصد؟ هذا الرجل من أهل الكلام أو المندسين بينهم، ثم إنه يعرف الفتى الذي كان هنا جيدا. من؟ سيف؟ نعم. وكيف يعرفه؟ إنهما يقيمان معا ومن نفس البلد. حسان، إن سيفا وعطاء جاءوا إلى بغداد بحثا عنا. وعطاء لم ينكر هذا. إذن فسيف وحماد من رجال شاه بلخ، إنه هو الذي يطاردني. أجاء لشر؟ بلا شك. ولكنك قلت لي إن سيفا لا يصلي، ثم إن كل من حول شاه بلخ مسلمون، فكيف يكون منهم؟ إذا من سيرسل رجالا لمطاردتنا؟ لا أدري يا جابر، لقد اخترعت متفجرات في ترمذ، ووضعت نفسك على خريطة من مع ترمذ ومن ضدها، ثم إننا لا نعرف أعدادهم ولا هويتهم، ولا نعرف كل الذين يطمعون في كرات النار. لولا أن الرسول نهانا لصمت الدهر كله حسبة وتقربا من الله، لكن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أن نصوم ونفطر. هل تحفظ حديث أنس بن مالك عن فطور رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ترمذي؟ نعم يا شيخ، عن محمد بن رافع، عن شيوخه، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن غطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء، فإن الماء طهور. واعلم يا ترمذي أنه لا تجمع الأمة على خطأ، أقصد لا تجمع أمة المسلمين على خطأ في سلوكياتها اليومية. عندك تمرة أو اثنتان؟ وعندي خبز. لا، بل تمرة واحدة، فإن زدتها لاثنتين كانت عشائي. لحظات، نادي جاريتك. لا أحب أن أرهقها. لحظات. يا رب، ما أعظمك سبحانك، يا من أمرت عبادك أن يسبحوك آناء الليل وأطراف النهار. الزمان والمكان، الملك والملكوت لك، سبحانك ما أعظمك. يا أميرة، إن الأميرات من زوجات الأمير، مطلقات كنا أو ما زلنا زوجاته، وكذلك عدد من جواري الأمير. تحقدن عليك يا أميرة لأنك استحوذت على اهتمامه وأثرت عواطفه طوال هذه المدة. فلتحترقن بنار الغير ليل نهار، فأنا لا أهتم بأحقادهن. تضمرن شرا يا مولاتي. أنا يا جارية، أنا الثريا بنت مهند العامري، أبي شاه ترمذ وأخي شاه ترمذ، وأنا صبا وجمال ورجاحة عقل لا تأسره مكائد القصور وألعيب الجواري. مولاتي حذاري يا مولاتي، فبعضهن
جئنا من بغداد، وبغداد المتوكل غصت بجواري. أخذنا عنة القصور تدبرناها كيفما شئ، بل إن بعضهن اتخذنا أسماء كأسماء جواري الخليفة المتوكل. جواري جواري جواري، وإن كان شغل الجواري التآمر لتحظين بالاهتمام والسلطان، فليس هذا شغلي. إن أنباء ما خرجت ذات يوم جعلت بعض خدمي يرسلون كرات النار في السماء. إن غضبي شديد يا جارية. لقد طردتم صاحب كرات النار يا مولاتي. لا، لقد ابتعد ليظل ود الأمراء صافيا، أما إذا انقلب الحال سترينه تسبقه أسلحته المدمرة. فكرت في أن نتخلص منه، نقتله، فما أيسر دس بعض السم في طعامه. لا، ليس قبل أن نعرف سر كرة النار. نعرف السر أولا ونقتله. مأذون لنا بقتله. أيها الكاهن، إن كرة النار تهم كل صاحب سلطة، لأنها ترهب أعداءه وتقوي سلطانه، فلا بد لنا أن نعرف سر كرة النار ونقتل بعدها من يعرفه غيرنا. وماذا فهمت؟ سندس واحدا منا أو أكثر في عالم السلطة باسم معرفة كرة النار. إن لنا في السلطة رجالا، ولنا بين المفكرين رجالا، بل إن لنا بين رجال الدين رجالا. يقيمون للمسلمين الشعائر، بل يدسون أفكارا ويزيفون قصصا ويفسرون بطريقتنا قضايا. هذا كله جيد، لكن متى النص؟ لا يرى أبعد من أنفه من يخطط لليوم فقط. خطط للأجيال يا سيف، إن هذه الدولة ضخمة جدا، ستتفتت من وقع ضرباتنا. ألا تتعلم من النمل كيف يأكل أضخم وأكبر الأشجار؟ نعاود السير يا سيدي. سنذهب إلى البصرة أولا لأقابل شيخي محمد بن المثنى المكنى بالزهو. هل سمعت منه؟ إنه ثقة، نوم من المحدثين من الطبقة العاشرة. لماذا يهتم رجال الحديث بمن روى عن الشيخ ومن روى الشيخ عنه؟ حتى نتأكد من ثقة حفظه ومن روى عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخي، الحق أني كنت أسعى لألقاك. تفضل. لماذا؟ أطلب العلم. هاتي أوراقك وريشتك واكتب. عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن الصوم في السفر عن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، وكان يسرد الصوم بمعنى يتابعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ما هذا يا رجل؟ أتستوقفني وتسألني وتدعي أنك تكتب ولا تكتب؟
أنا أحفظ ما تقول يا شيخي. ماذا تقول؟ أحفظ ما تقول حتى لو ألف حديث. إذا اسمع ثم أعد علي عن نصر بن علي. عن شيوخه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فكنا نصوم، فلا يعيب على الصوم صومه ولا على المفطر إفطاره. أشهد أنك قوي الحفظ، لكن الكتاب يحرس الذاكرة. عفوا يا شيخي، انكسرت المحبرة ولا أستطيع الكتابة. نعطيك محبرة فعندي واحدة زيادة. إن شئت دفعت ثمنها. يا ترمذي، إن البخاري ينفق على تلاميذه أحيانا، وتريد أن تحاسبني على محبرة؟ البخاري ومسلم ضرتان. لم ألقى مسلما. أتوقع أن ألقاه بين البصرة والكوفة، فأنا أعرف مواعيده وأتباطأ حتى ألقاه. يقولون إنه حافظ. إنه يعطيك الحديث من أكثر من طريق، فمثلا يحدث عن بيان الدخول في الصوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شيوخه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال عدي بن حاتم: يا رسول الله، إني جاعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادتك لعريض، إنما سواد الليل وبياض النهار. وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري عن سهل بن سعد قال: لما نزلت هذه الآية: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما، حتى أنزل الله عز وجل: من الفجر، فبين ذلك. وحدثنا يحيى بن يحيى عن شيوخه عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. ويمضي مسلم فيذكر في هذا الباب، باب بيان الدخول في الصوم، 16 حديثا صحيحا. لا بد وأن ألقى الرجل، لا يجوز لمثلي أن يسمع عن مثله في هذا العلم ولا ألقاه. أيكفي أن نلقى شيوخنا؟ لا يا ترمذي، لا بد من صحبة طويلة ندرس فيها الشيخ قبل أن نسمع منه ونحفظ عنه. أشهد أنه حافظ ثقة. قال جل ثناؤه: فاذكروني أذكركم، أي اذكروني باللسان أذكركم بتنقيح الجنان، اذكروني بالأسرار أذكركم بترادف المنح والأسرار، اذكروني بالحضور أذكركم بالفتح والسرور، اذكروني بالتعظيم أذكركم بالفوز العظيم، اذكروني بالاحترام أذكركم بالكرامة والإكرام، اذكروني بالهمة والاهتمام أذكركم بالحكمة والإلهام، اذكروني بالقلوب أذكركم بكشف أسرار الغيوب، اذكروني بالأركان أذكركم بالمحبة والعرفان. يقول جل شأنه: فاذكروني أذكركم، ويأمر جل علاه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. جواري حسان من السند والهند والتركستان. جواري حسان من السند والهند والتركستان. جواري حسان من السند والهند والتركستان. جواري حسان
من السند والهند والتركستان. سيأتيك جابر الخيام بحثا عن جارية، بعه هذه. لكنها واحدة من خدم المعابد. ما لك وهذا؟ افعل ما تؤمر، وإن بعتها له سيكون ثمنها كله لك. سأقوم بذلك. حذار أن يعرف شيئا عنها أو عنا. وهل أكشف سركم أيها الكاهن؟ ولكن من يكون جابر الخيام هذا؟ ولماذا يعطى كاهنه؟